ورياضيا، يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم منتخب كاب فيردي في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة الثالثة والمؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2025. ويسعى المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة في مستهل مشوار التصفيات لضمان المنافسة على بطاقة التأهل. كان المنتخب الوطني قد اختتم استعداداته للمباراة بعد انضمام اللاعبين الدوليين، فيما يغيب عن صفوف الفراعنة كل من إمام عاشور لاعب وسط للإصابة واعتذار محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الذي انتقل مؤخرا إلى نيس الفرنسية.